أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الإفتاء العالمي أن الفكر لا يقام إلا بالفكر، وهو ما نجحت فيه دار الإفتاء بالرد على التكفيريين من خلال مرصدها. لذلك دعمت الدولة ذلك المؤتمر لأهميته ولمواجهة الفكر المتشدد، مشيرا إلى أن العالم يواجه حالة غير مسبوقة من الاضطراب من قبل جماعات متطرفة. فيما أعلن المؤتمر الدولي للإفتاء في بيانه الختامي اليوم مجموعة من المبادرات بهدف تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين دور وهيئات الفتوى في العالم والتصدي للخطاب المتطرف ومعالجة فوضى الفتاوى، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع علمي لتحليل وتفنيد الفتاوى التكفيرية. وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عددا من كبار العلماء في العالم الإسلامي المشاركين في المؤتمر الدولي لدار الإفتاء المصرية. وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت رعاية المؤتمر العالمي لدار الإفتاء الذي عقد بمشاركة وفود من كبار المفتين من 50 دولة، واستمر لمدة يومين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.